اللي كنت بديت بيها كلامي يا باشمهندس خالد في فكره انه في تدرج في الخبرات الاداريه جوه، يعني ممكن تسميها مدرسه الاهلي الاداريه. وجودك كرئيس بعثه مع الاهلي في كاس العالم للانديه اللي فاتت، حصول قايعه برونزيه، التفاصيل الاداريه اللي انت بتكتسبها من هنا، يعني اللي هو المفروض الكوادر الاداريه والرموز الاداريه الموجوده في الاهلي بتكتسبها من التواجد في المحافل اللي شبه دي. وفي ناس تقول لك اصل كابتن خطيب بيحب يستاثر انه يبقى موجود في البطولات. لا، ده احنا شفناه مهندس خالد المنتجي هو اللي موجود، وقبل كده زي ما كنت لسه بتكلم كابتن حسام غالي كان موجود في الفاينل بتاع افريقيا. ازاي الامور دي بتدار على ترابيزه مجلس الاداره؟ بص اقول لك حاجه، انا يعني الحمد لله انا التسع بطولات البطولات اللي يعني شرفت ان انا اكون موجود فيها كالنادي الاهلي، ليه التسعه اللي شارك فيها النادي الاهلي، انا ما كنت يا اما كنت منسق عام او كنت رئيس بعثه، يعني اي يمكن 3 أو 4 مرات كنت رئيس بعثه، وغير كده كنت منسق عام مع كابتن خطيب رئيس البعثه. اي فانا الحقيقه اتعلمت، والكادر اللي بيشتغل معايا اتعلموا مني. يعني مثلا عندي اللي هي ماسكه المهندسة حنان الزيني اللي هي مسؤولة عن التراخيص، وال دي اتعلمت مني كويس قوي وبتساعدني النهارده. علاء صلاح اللي هو المسؤول عن السكيورتي اوفيسر بتاعنا اتعلم وبقى، يعني عارف احنا عندنا كوادر، عندنا برضو النهارده احنا بنفكر في ازاي تبقى عندك كوادر. يعني النهارده مجلس ادارة النادي الاهلي بيجي منين؟ بيجي من اللجان. احنا عندنا لجان، اللي هي عندنا حاجة اسمها اللجنة العليا للجان برئاسة الأخ الصديق وليد مبروك متولي، وده والده كان في وقت من الأوقات وكيل النادي الأهلي، اللي هو مبروك متولي ده مربينا كلنا، يعني كان ماسك الشرطة العسكرية ومن الأهلاوية، يعني الولد يعني كبار. وليد وليد اتربى جوه النادي الأهلي. عندنا لجان، عندنا لجان الشباب، عندنا لجنة المرأة، عندنا لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، عندنا لجنة الهمة سوري الـ 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 الرياضة لل ذوي الهمم. ذوي الهمم، عندنا لجان كتيرة، لجنة المرأة، لجنة الثقافية برئاسة الدكتور خالد جلال، يعني عندنا لجان بتفرز ناس تقدر تبقى موجودة معانا في مجلس الإدارة. فاحنا النادي الأهلي ماشي بسيستم ان دايما بيبقى عندك اللي هي السكسيشن بلاننج. فانت لما تيجي لما تشوف مجلس اداره النهارده بتاعنا 50% يمكن او اكتر 60% شباب، طيب. يعني 42 سنه ده 43 سنه، فاهمني ازاي؟ يعني يمكن انا ما بقى كابتن خطيب وانا وشوقي، يمكن احنا وطارق قنديل يمكن احنا العواجيز سنه، لكن في شباب بيتدرج في عندنا ودي ما نقطة شاء الله، مهمة جدا. وما شاء الله عندنا كوادر. يعني لما تيجي صحيح. تبص على مجلس اداره النادي الاهلي، يعني دكتور محمد شوقي، طبعا مش هتكلم عن كابتن محمود خطيب عايز له حلقه لوحده نتكلم عليه، دكتور محمد شوقي متربي جوه النادي الاهلي، راجل كادر من الكوادر الناجحه جدا، راجل بعتبره البرنس بتاع المجلس اداره. عندنا بعد كده طارق انديل ده التميمه بتاعتنا الحظ بتاعنا، بعتبره وش السعد. وطارق انديل بصراحه يعني ما فيش حد بيطلب منه خدمه الا ما بيعملها حقيقه. يعني عندنا بعد كده محمد الغزاوي ده بقى يعني اخويا الصغير وحبيبي، ورجل يعني من احسن الناس اللي بتفهم في النشاط الرياضي. الاخر احنا ممسكينه اللجنه بتاعت تعديل اللوائح بتاعت النشاط الرياضي، هو اللي ماسكها محمد الغزاوي. عندنا محمد الضماطي وهو رجل صناعه ورجل من الناس اللي بحترم فكرها جدا جدا جدا. عندنا كابتن طبعا حسام غالي، ده بالنسبه لي الفاكهه بتاعتي، ده حبيب قلبي يعني. حسام غالي ده الفاكهه بتاع مجلس الاداره بتاعنا، ده بتاع في الكوره في مصر مش ده بقول لك. يعني انا عندي 3، دايما كنت بقول الـ3 اللي انا يعني احب ان انا يعني اشوفهم في مناصب عاليه، اللي هو حسام غالي ومحمد فضل وامير توفيق. يعني دول بعتبرهم دول زي ايه اخواتي الصغيرين اللي انا بحب اتفرج. 3 اجمل وانضف مفيش واحلى من بالظبط بعض. بالظبط كده. عندنا محمد سراج ده بعتبره يعني ده ماشي على خطى، يعني لو انا قلت ان ربنا سبحانه وتعالى كرمني ونجح في حاجه بعتبر ان محمد سراج ده ماشي امتداد. ماشي في الامتداد. عندنا طبعا النائب محمد الجرحي، وده من الناس اللي يعني حاجه جميله جدا بجد، تقعد معاه تبقى مبسوط وانت قاعد معاه، رجل فكر عنده فكر محترم عنده، بحب النادي الاهلي جدا. وعندنا بقى البونبونه بتاعتنا مي عاطف، مش قادر اقول لك برضو دي مهندسه هي، والحقيقه بتتعلم يعني. فاحنا عندنا قريه، ما تيجي تبص على كابتن خطيب ده من فكره ازاي، مهند طبعا لا ده مهند، ده انا ازاي انسى مهند، ده مهند دكتور مهند ده من اكتر الناس، اولا من اقرب الناس ليا، وفي نفس الوقت رجل
بطل عالم في الكاراتيه، وفي نفس الوقت من الناس اللي بتفهم في نشاط الرياضي كويس قوي. صحيح صحيح. الدكتور ما يمكن بس عشان هو كان في البال ولسه ما شفتوش بقالي كام يوم، لكن مهند بحترم فكره جدا جدا يعني. مهند طبعا عضو مكتب تنفيذي معانا، والحقيقه مهند صاحب كلمه يعني وصاحب فكر، انا الحقيقه بعتز بيه جدا يعني. قبل ما